صباح الخير متابعينا، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. اليوم تهدأ من جديد الأجواء بمشيئة الله تعالى، ولكن يتوقع نشاط في سرعة الرياح، يقابل ذلك انخفاض ملموس وكبير جدا على درجات الحرارة بالمقارنة عما كانت عليه الأحوال خلال اليومين الماضيين. فمثلا تنخفض اليوم في العاصمة عما درجة الحرارة العظمى تسجل فقط 14 درجة مئوية مع ظهور لكميات من السحب والغيوم، كما وتكون الأجواء مغبرة بشكل متفاوت ما بين منطقة وأخرى. خلال ساعات هذه الليلة يتزايد بشكل تدريجي تأثر المملكة بمنخفض جوي مصنف بأنه من الدرجة الثانية، ترتفع معه فرص هطول الأمطار بعيدة منتصف الليل وصباح يوم غد. نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة العظمى اليوم وحالة الطقس ودرجات الحرارة الصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من إربد من 18 إلى 14، في جرر 17-13، في مفرق من 17 إلى 10، وفي عجلون من 14 إلى 11 درجة مئوية. المناطق الوسطى في عمان 14-11، الزرقاء 17-12، السلط 15-13، في مأدبة من 15-9، وفي البحر الميت من 21-17 درجة مئوية. المناطق الجنوبية تكون في الكرك والطفيلة من 12-9، في معان 14-5، وفي الشرى من 11-6 درجات، وفي العقبة من 20-11 درجة مئوية. نختم بالمناطق الشرقية، في رويشد 18-6، الصفاوي 17-6، وفي الأزرق من 19-7 درجات مئوية. أتمنى جميعا لكم نهارا سعيدا أينما كنتم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.